I come, I hope you are all doing well and safe. This is Yunus Najib from English is Busy. في الفيديو ديال اليوم غادي ندويو على Semester 5 Literature Modules. يعني غادي ندويو على الموديول اللي كيتقراو في التخصص ديال Literature في S5 وغادي ندويو على كل موديول وشنو كيتقرا فيه. في S5 كنقراو 6 ديال لي موديول. الموديول الاول هو 19th Century Novel. الموديول الثاني Research Project 1, then Classical Drama, الموديل الرابع Introduction to Poetry, الموديل الخامس Literary Movements, الموديل السادس والآخر اللي هو Postcolonial Studies. بالنسبة لل 19th Century Novel فكان بزاف الحواج اللي غادي تقروهم لأول مرة في هذا الموديل ومن أهمهم Acquire a Knowledge of the Victorian Literature. تاني حاجة Gain an understanding of contemporary realistic fiction. Victorian literature هو قاع دوك النوفلز اللي تكتبو في الـ the period of Queen Victoria's reign. غتعرفو شنا هي هاد الـ Victorian era, شنا الخصائص ديالها, شنا هما الرايترز اللي فيمس في ديك الفترة. وأهم حاجة غادي تقراو نوفلز رواية من واحد ديال دوك الكانونز ديال ديك الإيرا. تاني حاجة اللي هي gain an understanding of contemporary realistic fiction. Realistic fiction هما دوك ستوريز اللي كيصوروا الواقع والأحداث الشخصية بطريقة واقعية واللي كتستهدف كاع المواضيع الاجتماعية بحال الزواج كما الحال في جود ذا اوبسكيو باي توماس هاردي ولا فالين ان لوف كما الحال في بيرسويجن باي جون اوستن. وكاين بزاف تاع النوفلز الاخرى اللي كدوي على مواضيع اجتماعية مختلفة. حاجة أخرى في هذا الموديل كل أستاذ وعنده طريقة ديالو في الاناليز, يعني كل أستاذ كيركز على حاجة خاصة به أثناء التحليل. فذاك الشيء لاش في الغالب ما غاديش تلقى تشابه في الطريقة باش كيتقرا الموديل من جامعة الأخرى, ولكن النقط اللي ذكرت فهي عامة وكيتم التطرق لها في أغلب الجامعات. الموديل الثاني اللي هو Research Project 1. This module you will study paradigms, methodologies, theories and approaches. هادو كاملين concepts و keywords اللي كيخولو لك انك تصاوب البحث ديالك ولا to conduct your study في الخارج ديال العام. يعني غادي تعرف شنا هو الparadigm وباللي الparadigm كيخليك تختار الميثودولوجي اللي هتخدم عليها والميثودولوجي كتخليك تختار approaches و theories. هادشي ان شاء الله نتعمقو فيه في فيديوهات الجايين, لكن دابا اهم حاجه تعرفوها على الموديل انه كيخليكم تعرفوا كيفاش تكونداكتيو ستادي ديالكم. صافي, موديل الثالث اللي هو كلاسيكال دراما. In this module you will study the theatrical traditions of ancient Greek and Rome. يعني غادي تعرفوا كيفاش بدا البرفورمين اون ستيج, كيفاش بدا الثياتر, وشنو هما الارستوتلز بويتكس, شنو تيقول لنا ارستوتل على الثياتر, ولا شنو تيقول لنا على الدراما وكيفاش هاو هي ديفاينز دراما اكسترا. ثاني حاجه غادي تعرفوا شنو هما البرانشز اوف دراما. البرانشز اوف دراما كاينين بزاف, كاينين تراجيدي, كاينين كوميدي, كاينين تراجيك كوميدي, كاين الميلو دراما, المهم كاينين بزاف. غادي تعرفوا كل برانش الديفينيشن ديالها, الاليمنتس ديالها, الكاركتيرستيكس ديالها اكسترا. الحاجه الثالثه اللي هي تشيكسبيريان بلايز. في اغلب الجامعات اللي كتقرا فيهم الدراما في الغالب الطلبه كيقراو وحده من تشيكسبيريان بلايز, يا اما هاملت, يا اما ماكبث, يا اما اوثيلو. المهم والاناليز ديال كل بلاي كيكون بيزد اون ذا تيتشرز بيرسبكتيف, يعني كل بروف وكيفاش كيدير الاناليز ديالو للبلايز اللي كيقرا. بالنسبة للموديل الرابع اللي هو Introduction to Poetry. In this module you will gain knowledge of the ways in which you can analyze a poem and you will know about poetic devices and figures of speech. يعني غادي تعرفوا على طرق اللي بإمكانكم أنكم تأناليزيو بها شي poem, يعني واش غادي to try to figure the meaning of the poem, ولا غادي تقلب على السيمبوليزم, ولا غادي you focus on the poem structure, ولا غادي تقلب على الديكشن. المهم كاين بزاف ديال الميثودز اللي ولا غديرهم كاملين. المهم كاين بزاف ديال الميثودز اللي تقدر ديرهم باش to analyze a poem.
ثاني حاجة هما poetic devices اللي هما examples بحال alliteration, imagery, juxtaposition, ممكن بزاف هادو examples, وهادو من الحوايج اللي غادي تعرفوا فاش تقراو هاد الموديل. الحاجة الأخيرة اللي هي figures of speech بحال personification, paradox, irony, وتاهما فيهم بزاف. المهم في هاد الموديل briefly you will study how to analyze a poem. الموديل الخامس اللي هو literary movements. In this module you will observe major literary movements in English literature. في هذا الموديل غادي تقراو على literary movements ولا الحركات الأدبية, وغادي تعرفوا على major literary movements in English literature, يعني دوك الحركات الأدبية البارزة في English literature هما اللي غادي تكتشفوا في هذا الموديل, وهما علاش غادي تركزوا بزاف, غادي تعرفوا امتى ظهرت كل حركة أدبية وشكون الرواد ديالها, كما كنتو كديروا في اللغه العربيه في الـ في الـ في الـ في البكالوريا. الموديل الاخير اللي هو post colonial studies. In this module you will learn about the post colonial era and the effects of colonialism. غتقراو على الفتره اللي من بعد الاستعمار وعلى الاثار ديال الاستعمار على الدول المستعمره. ثاني حاجه غتقراو على misrepresentation, وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة نتقرأ على The Holy Trinity of Postcolonial Theory, ولا The Three Major Figures اللي أدوا لظهور Postcolonial Theory, واللي هما إدوارد سعيد, هومي بابها, and غياتري سبيفا. نتقرأ على شكون هما هاد الـ Three Major Figures وشنا هما الـ Contribution ديالهم للـ Postcolonial Theory. So that's all. I hope you all enjoyed the video and I hope it was valuable. وما تنساوش, there is no delight in owning anything unshared. So don't hesitate to share the video and subscribe to our channel. See you soon.